بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم هذا الشوط الثالث الثاني لفئة البكار وانطلاقة موفقة وسليمة نتمنها دائما لكل الأشواط وللمشاركين فيه. نتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لنتعرف على المركز الأول ومن تسيطر على مقدمة الشوط حاملة الرقم 1 الدوحة لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني يضمر الدوحة مسفر بن علي السناري. ننتقل إلى المركز الثاني ومن تتقدم في ثاني المراكز العنود لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك آل عبد الرحمن آل ثاني يضمرها عبد الله بن سالم بن فاهد الهاجري. الدور دور المركز الثالث تتقدم فيه مشاهدينا الأعزاء تضحية وتعود ملكيتها لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني المضمر محمد بن برقان بن مقارح. الدور دور المركز الرابع الشايبة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن آل ثاني المضمر مسفر بن علي السناري. الدور دور المركز الخامس تتقدم سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المضمر عبد الله بن نايف الهاجري. نعود إلى التغيير الذي طرأ على مقدمة الشوط تضحية تتسلل تتقدم بهذا الشعار المميز ورغم الإصابة التي أراها في أحد اليدين إلا أنها تسيطر على المركز الأول. تضحية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد وهذا الشعار اليوم في الفورمة في أحسن حالاته في هذا الصباح وفي بداية الموسم. نتمنى لها التوفيق ولكل الشعارات الحاضرة والمتواجدة. انطلقت والعصاقوس دون أي تعليمات يا سلام حسمت الأمور. تضحية إذن السلام يتجه في هذا الشوط وعلى الهواء مباشرة إلى سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني المضمر محمد بن برقان بن مقارح أحد الشباب المميزين. وبنهني سعادة الشيخ عبد العزيز على فوز تضحية بالمركز الأول. المركز الثاني هنا صفى لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني والخطورة عليها من أختها في العزبة الخطورة عليها أيضا من شقيقتها في العزبة ولكن تضحية سلام يا تضحية سلام تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني وللمضمر القدير محمد بن برقان بن مقارح وما قصرت يا محمد على المركزين الأول والثاني تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني على الفوز بالمركزين الأول والثاني. التهاني لمحمد أيضا موصولة لمحمد بن برقان بن مقارح المركز الثالث. المركز الثالث العسيلة لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني يضمرها مسفر بن علي السناري. المركز الرابع وصلت في سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر عبد الله بن نايف الهاجري. المركز الخامس العيل لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني مع المضمر محمد بن برقان بن مقارح. إذن شعار سعادة الشيخ عبد العزيز يختطف المركزين الأول والثاني والخامس في هذا الشوط فتهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني والتهاني للمضمر القدير والكبير محمد بن برقان بن مقارح وعلى هذا المستوى الممتاز الذي أوصل إليه هذا الشعار في صباح هذا اليوم. إذن تجهيز من بن مقارح وشعار سعادة الشيخ عبد العزيز على ما يبدو لهذا الموسم تجهيز جيد. نتمنى لهم التوفيق ولكل الحاضرين والمشاركين. هذا هو ملخص الشوط شوطنا الثاني للبكار يعتبر هذا الثالث من مجموعة أشواط الفترة الصباحية أشواط قوية. نرحب بجميع المشاهدين عبر قناة الريان الفضائية وبالمستمعين أيضا لأثير قناة الريان وأثير قناة الهجل. نرحب بكافة الأخوة المشاهدين من الوطن العربي الكبير ونصل المشاهدين الأعزاء إلى هذا هو
هذه تضحية من قدمت مستوى ممتاز في هذا الشوط 3 دقائق 8 ثواني 25 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لملك تضحية سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني المركز الثاني، أيضا شقيقتها في العزبة. كان الوصول من صفا لسعادة الشيخ عبد العزيز 3 دقائق 8 ثواني 69 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، والتهاني لمحمد بن برقان بن مقارح. المركز الثالث حاملة الرقم 20، حاملة الرقم 20 دعناها 2. عموما المركز الثالث الدوحة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني 3 دقائق 9 ثواني 23 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.